السلام عليكم الحباب الخوت الناس الزينين، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم، غبنا عليكم هاد اليومين هادي. سمحوا لنا كما راكو تعرفوا عندنا شويه ديال المشاكل في هاد المشاكل ديال الخدمه، المشاكل ديال بزاف الحوايج، مشاكل شخصيه ديالي، مشاكل شخصيه راكو تعرفوا خوكم راه مازال عاد ما ستابيليزاش مزيان. ايوا نتمنى تسمحوا لنا. دابا راه لقيتونا في الكوزينه هنا، راكم تشوفوا كنطويو شويه، درنا وجدنا شويه ديال الماكله ديالنا كما العشاء ديما كما ديما، وتفرجوا النظافه غير ما كتعجبني انا، كن ندير الماكله كنبقى نطويو، ما تعجبنيش الكوزينه من الاول. واختارني بوحدي سولو، تعرفوا اللي فيها الاكثريه ديال لي زامي ديالي راه كيعرفوني بلا ما انا سيباري مع المراه، ندير مرايه دوريه بلغاريه، وعندي معها بنيتها، بنيتها عندها 6 سنين، 6 سنين غادي ديرها ان شاء الله في لو موسات في شهر 7 في 14/7 غادي دير 6 سنين، الحمد لله راه في المدرسه في ليكول. يلاه تلاقيتوني، جيت من عندها، كانت انا خرجت معها غير حدا الدار ديالها فين كتسكن امها، ما تعرفوا مع هذا الحجر الصحي هذا ما تقدرش تمشي لشي بلاصه بعيده، ما تقدرش تديها معاك تخرجها. ايوا اش غادي ديروا؟ نتمنى كلشي يكون مزيان، ونتمنى كلشي ان شاء الله يفوت في هذا الشيء في هذا في اقرب وقت ان شاء الله، لان صراحه راه قنطنا بهذا الشيء، لا قنطنا برحمه الله، ولكن راه صراحه قنطنا. والجميله ديالنا ها هي طيب، راه كطيب مازال ما طيباش، مي راه كطيب، لان كنت مشغول شويه كنخدم ادوميسيل في الدار ديالي، عندي شي كليون ديالي كيسونيو عليا، كيعيطوا عليه، كنجي كنخدم معاهم كنحسن لهم كيمشيو هذا الشيء لي كليون فيدال. ايوا هادوك ما كملتش بكري الصراحه، ما كملتش بكري، هذاك الشيء علاش ما قدنيش الوقت، وتسمحوا لنا على الغيبه كما قال طال غياب كغزالي، راه كيطولتي في الغربه، راه طولنا مازال ما طولناش بزاف، ولكن راه تبارك الله راه 6 سنين داخلين. ايوا نتمنى دعواتكم ديالكم معنا، دعيو معنا ودعيو معنا والدعوات ديالكم، نتمنى الدعوات ديالكم تكون هي الدعوة ديالكم هي باش رحنا رابحين. وتحياتي لهذا المنبر الناس الزينين والاصدقاء المحبين ديال محمد مكانيكم اللي كيدعمونا الصراحة، عندنا لي فون الحمد لله، هذا بداية مشرفة، البداية ديالنا الصراحة مشرفة، راه كتشوف هكذا الدراري والحباب كيشوفوا، كتشوف المجهودات اللي كديرها واخا بسيطة بالنسبة لكم، وكيفاش نتلاقاو الدعم من عند الناس، كاين اللي نعرفوهم كاين اللي ما نعرفوهمش، تيدخل عندك كيقول لك وي خويا محمد السلام، وهذا شرف، هذا شرف لينا، ماشي شي حاجة أخرى. ونتمناو تزيدوا تابونيو معنا وتبارطاجيو معنا لي فيديوهات ديالنا باش نزيدو نكبروا لاشين ونكبروا العائلة ديالنا، والحمد لله على كل حال. راكو تشوفوا كنبارطاجيو معكم كلشي بدون مونتاج، بدون اي حاجه، هذاك الشيء عفوي، حنا عفويين وكبرنا في عائله عفويه وما نحتاجوش باش غادي نديروا هذا الكذب على الناس، لان الحمد لله المغاربه راه متواضعين وكيعرفوا بنادم اللي كيكذب واللي كيقول الصراحه، حنا راه بلا مونتاج لا والو، الفيديو عفوي كما كتشوفوا كيتلاح في القناه ديالنا. ها هي البطاطا كطيب، البطاطا مسلوقه كتسلق، البطاطا كتسلق، غادي نوريكم دابا الطاجين وشنو فيه، ها الطاجين، الطاجين فيه اللحم، والبصلة مقلي طبيعة الحال، البصلة الحمراء والثومة والعطرية مطيشة، وراكو تعرفوا داكشي كيتقلب، غير لو بلون، اللحم غير لو بلون دو بوف، ها هو. ايوا ونتمنىكم تعطيو تدعمونا في القناه ان شاء الله، تدعمونا وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم وباللايك. تبخلوش علينا باللايك وبالاراء ديالكم. وتحياتي للشاف نيبه وخويا نبيل مول الكلب، نبيل مول الكلب من الاصدقاء الاعزاء ومن لي فانز ديالو،
كان كليان ديالي كيحسن عندي وكنت نحسن له، وباقي دابا بغي في هذا الحجر الصحي هذا، لان ما لقاش اتصال، لان هو كيكون في المغرب بزاف، مراكش، مدينه مراكش، على حسب المحكمه ديالو والمشاكل اللي عنده اللي ظلموه طيحوا عليه الباطل، و في حق الله، لان هو انسان الله يعمر له الدار، كنعرفو شخصيا، ماشي شي واحد اللي كنشوفه غير في اليوتيوب، انسان كنشوفه شخصيا وتعاملت معاه، انسان كريم، انسان ود الناس والعائله. ايوا، وتحياتي لي فانس ديالي، تحياتي لي فانس ديال 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 العائله ديال محمد البركاني بلون. تبارك تشوفوا كنجمعوا على هاد الكوزينه هذه. تحياتي للوالدين ديالي بهذا المنبر، الوالد والوالده، العائله بالفضيل، العائله العساوي، من هذا المنبر نقول لكم تحيه 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 لخوكم ولدكم من بروكسل عاصمه الاتحاد الاوروبي. وهذا الحجر الصحي صراحه راه طوال علينا يا الخوت، راه الانسان باش يجلس الشهر ما يخدمش، راه شي حاجه شويه قاصحه، ماشي دابا نوريو لكم، تشوفوا الزنقه كي دايره، ها شوفوا، راه لا اله الا الله، راه لا طوموبيل دوز وحده ديال غير ديال البوليس سيفيل ولا ديال لي زومبيلونس ولا بنادم، راه ما كتشوفوش في الزنقه، راه بحال راك عايش عايش في شي حرب عالميه، والله القسم الا شي حاجه كتخوف الصراحه. حنا ما مولفينش بهذا الشيء، هذا ما مولفينش به، والحمد لله. واش غادي نقول لكم؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ونتمنى بالله سبحانه وتعالى نديروا دعوات ديالنا، والله يحفظ بلادنا، والله يحفظ ملكنا، والله يحفظ جميع امه سيدنا محمد. وتحيه للناس ديال بركان من هذا المنبر، لي فانس الاكثريه ديالهم جو كخوا من بركان، ولا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا الشيء ما كاين. والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.